الطريقة الصحيحة لكتابة كفر ليتر أو رسالة التغطية بدقة واحتراف. كتير من اللي بيدوروا على شغل بيبعتوا السيرة الذاتية بتاعتهم على أمل إن هم يحصلوا على الوظيفة المعروضة، لكن في أغلب الأوقات ما بيستلموش أي رد على رسالتهم. السبب ممكن يكون صادم شوية، هو إن محدش أصلا بيقرأ السيرة الذاتية بتاعتك من الأساس. أحد الأسباب اللي تخلي مسؤول التوظيف ما يهتمش بقراية سيرتك الذاتية هو عدم الاهتمام بكتابة رسالة التغطية أو cover letter باحتراف، أو إنك ما أرفقتش رسالة التغطية من الأساس. إيه هي رسالة التغطية؟ رسالة التغطية هي خطاب مرفق مع السيرة الذاتية بتلخص فيه بإيجاز أبرز النقط المهمة في سيرتك الذاتية، وبتعزز بيه موقفك بين المتنافسين على الوظيفة. في رأيي رسالة التغطية تعتبر أهم من السيرة الذاتية نفسها، لأنه في الأغلب محدش بيقرأ السيرة الذاتية من الأساس إلا إذا قرر بالفعل تعيينك في الوظيفة أو إجراء مقابلة عمل معاك، فبيبقى عايز يعرف معلومات أكتر عنك. ورسالة التغطية بتحتوي على المعلومات دي: أول حاجة الوظيفة اللي أنت مقدم عليها بالتحديد. ممكن تكون الشركة عملت إعلان، وفي الإعلان ده الشركة طلبت وظائف مختلفة زي مثلا مهندسين، سكرتارية، مشرفين. فأنت لما بتيجي تقدم السيرة الذاتية بتاعتك ما بيبقاش باين أوي وأنت مقدم لأن وظيفة، وأنت مهندس ولا سكرتير ولا فني ولا مشرف ولا إيه. فلازم تحدد بالظبط أنت مقدم على أنه وظيفة تحديدا. ولو كان مطلوب مثلا تخصصات مختلفة، مهندس مدني أو معماري مثلا، لازم تحدد أنت مقدم على وظيفة المهندس المدني. ولو كان مطلوب خبرات مختلفة مثلا مهندس حديث التخرج كمهندس موقع مثلا، او مهندس عنده خبرة 15 سنة مثلا كمدير للمشروع او حاجة كده، لازم تحدد بالظبط انت مقدم على انه فيهم، مهندس موقع ولا مدير مشروع. فلازم تكتب الوظيفة اللي انت مقدم عليها بالتحديد، وبحيث ان مسؤول التوظيف يقدر يفرق ما بين الوظائف المختلفة ويعرف بالظبط انت مقدم على انه حاجة. ورسالة التغطية دي بتحتوي كمان على معلومات عن مجال تخصصك وخبراتك السابقة في المجال ده تحديدا. ولما تتكلم عن خبراتك اتكلم باسلوب يبين ازاي المؤسسة او الشركة دي تحديدا هتستفيد من الخبرات بتاعتك دي، وركز على ابراز قصص نجاحاتك السابقة في نفس المجال ده. وكمان بتحتوي على مؤهلاتك للوظيفة دي، وتشمل بقى المؤهلات الدراسية والعلمية، المهارات الشخصية، الاعمال التطوعية اللي انت شاركت فيها، الجوائز سواء الجوائز التكريمية او التشجيعية اللي انت حصلت عليها قبل كده. وانت بتكتب خطاب التغطية او السيرة الذاتية بتاعتك ركز دايما على انك تقول اجابة واضحة للسؤال ده: ليه انت انسب شخص للوظيفة دي؟ اعمل عصف ذهني كده وادرس اعمال المؤسسة كويس، دور على المشاريعها المنفذة على ارض الواقع، ظروف العمل المحيطة بالوظيفة دي، ودور جواك عن الامكانيات والمؤهلات اللي تخليك تتفوق بيها عن غيرك في المجال ده. ابعد عن التركيز عن مدى احتياجك للوظيفة، فانا هنا بتكلم عن ابراز انك اكتر شخص مناسب للوظيفة، مش انك اكتر شخص محتاج الوظيفة دي. مش شرط تكون صاحب خبرات طويلة في المجال ده، لكن حاول تدور على المؤهلات اللي فيك اللي تخليك متفوق على المنافسين اللي عندهم خبرة اكتر منك، والحاجات اللي هتخدم الوظيفة دي بشكل اكتر فعالية، مثلا اللغات اللي انت بتتقنها، مهارات معينة في شخصيتك، قرب سكنك من موقع العمل، طبيعة دراستك، المجالات اللي اتطوعت فيها قبل كده، الحاجات اللي هتخدم الوظيفة دي بشكل اكتر فعالية بغض النظر عن مدى خبراتك. وعشان تبرز ده بشكل اكتر وبطريقة مشوقة، حاول تقدم فكرة مبتكرة في مجال التخصص المطلوب، بين انك تقدر تقدم افكار غير مسبوقة في المجال ده. خد شوية النصائح السريعة دي حطها في دماغك وانت بتكتب رسالة التغطية. اول حاجة اهتم بالمنطقة المرئية في رسالة التغطية، اللي هي المنطقة اللي بتكون ظاهرة على الشاشة من غير ما يحتاج يعمل سكرولينج للشاشة. وفي النسخة الورقية من السيرة الذاتية هي الصفحة الاولى، وتحديدا المنطقة العلوية من الصفحة الاولى. اهتم ان صافي المعلومات المهمة موجودة في المنطقة دي، هي المنطقة العلوية في الصفحة الاولى في السيرة الذاتية او في رسالة التغطية بتاعتك. مهمتك بقى انك تخلي مسؤول التوظيف يقرر يعينك او يعمل مقابلة عمل معاك انترفيو من خلال الاسطر الاولى، لانه على الاغلب مش هيكمل قراية بقية رسالة التغطية او السي في بتاعك. ابعد عن الجمل التقليدية المحفوظة، ما تعملش كوبي وبيست من رسالة تغطية تانية، وما تخليش رسالتك مملة للقارئ، لا، اظهر شخصيتك الخاصة في الرسالة. قسم رسالتك لاجزاء واضحة وحط عنوان مختصر لكل جزء علشان القارئ يقدر يوصل للمعلومة اللي هو محتاجها. ممكن يكون بيدور على حاجة معينة في كل سي في هو عايزها، فانت لما تقسم له الرسالة بتاعتك لأجزاء واضحة
وليها عناوين مختصرة وواضحة، هيقدر يلاقي المعلومة اللي هو بيدور عليها، وبناء عليها ممكن يقرر ان هو يعينك او يعمل انترفيو معاك من غير ما يحتاج حتى ان هو يقرأ السي في بتاعك او حتى رسالة التغطية بتاعتك. باختصار، رسالة التغطية هي وسيلة الإقناع المختصرة اللي تخلي مسؤول التوظيف يقرر يعتبرك أنسب شخص للحصول على الوظيفة دي. وشطارتك بقى إنك تبين ده من خلال الكام سطر الأولانيين في رسالة التغطية أو في السي في بتاعك. لو بتدور على فرصة عمل كويسة، أنصحك تدخل على اللينكات الموجودة في الديسكريبشن، هي قسم الوظائف في موقع المجتمع، أو اعمل سيرش على الوظائف في موقع المجتمع، وكمان لينك تشات الوظائف موجود في الديسكريبشن، وده عبارة عن بوت بيبعت لك فرص العمل المتاحة باستمرار حسب مجال تخصصك وخبراتك. وكمان هتلاقي نموذج كويس جدا واحترافي جدا لرسالة التغطية، هتلاقي برضو اللينك بتاعها موجود في الديسكريبشن. لو انت مهتم ببناء سيرة ذاتية ليك احترافية ومحترمة، تابع القناة دي، لان هنشر مجموعة فيديوهات مهمة جدا هتغير مفهومك عن اسلوب البحث عن العمل وكتابة السيرة الذاتية بتاعتك. وياريت تشير الفيديو عشان في ناس كتير جدا محتاجين للمعلومة دي، وهتفرق معاهم قوي انهم يشوفوا الفيديو ده. لو محتاج اراجع السيرة الذاتية بتاعتك، سيب كومنت وانا هتواصل معاك اشوف السيرة الذاتية بتاعتك واطلع لك فيها الاخطاء اللي موجودة، وربنا يوفقك.